يا صباح الفل يا صباحك حبيبتي. كيفك ميسون؟ الحمد لله تمام؟ نشكر الله على كل شيء اهلا وسهلا فيك يا حبيبتي واليوم رح نلبي طلب بوصلك على يوتيوب طفل السرطان كيف نتعامل معه؟ كيف نتعامل معه؟, معه؟ آه، بدنا نجاوب على هذا السؤال وحبيتي كثير انه الناس هيك عم تستفسر آه، من باب التغيير مضبوط مضبوط وهو يعني نعتبر طفل برج السرطان هو اكثر الاطفال صعوبه بالتعامل والله مع انه آه مش مع الكل يعني إذا بي بيراقبوا الأشياء اللي بتحصل مع برج السرطان هو كتير سهل إنك تقوده ولكن إذا تفاقمت الحالة مع بطريقة التعامل مع برج السرطان ينتهي الموضوع أوكي تمام يعني وصلت الفكرة أوكي طيب هلا برج الطفل ببرج السرطان هو اكثر شغلتين اللي ممكن تضايق الاهل هي الحساسيه الزايده و هو طفل مزاجي متقلب وهذا يبين من ايام اول ايام الولاده بيبين معه انه هو مزاجي ومتقلب ما ننسى انه في شغلة مهمة بالنسبة لإيش بيحكم برج السرطان هو القمر وبدك تنتبهي الأم كيف أنه ببداية الشهر لما يكون ال القمر بأوله بنشوف مزاجية برج السرطان هاي رح تظل معه للكبر لآخر يوم بحياته بيكون ببداية الشهر مزاجيته كتير ممتازة مزاجه عالي إيجابي قليل التذمر نجي لآخر الشهر لما يكتمل القمر بتبلش عنده الأمور بالتراجع في أشياء كثير مهمة كيف تتعاملي مع برج الطفل من برج السرطان هو اول شيء نسميه الضاحك الباكي لانه بقمه بكاؤه ممكن تحكي معه كلمه تهديه هذا الطفل عنده هوايات كثير مهم انه الام تتابع هذا الطفل بهواياته يعني اذا كان يحب القراءه اذا كان يحب الرياضه لازم تلهيه لازم تحمليه المسؤوليه من بدايه حياته يعني من عمر سنتين ممكن تخليه يساعدك بشغل البيت بنحكي على الذكر اكثر من الانثى، الذكر في هاي الصفات اكثر آه انه يعدل فرشته مثلا، انه يروح هو يجيب مي، آه يجيب مي لإلك حتى، حمليه المسؤوليه في البيت بشغل البيت البسيط، وكل ما كبر بدك تزيدي هاي المسؤوليه، تلهيه لانه هو خياله واسع جدا، ممكن يفكر بعض الاحيان انه انا غير مرغوب فيه، انه انا مش محبوب، لسبب بسيط جدا، انه اذا قلتي لاخوه صباح الخير حبيبي وقلتيله له صباح الخير هاي عنده مشكلة ليش حساسين كتير كتير حساسين صح فالطفل من 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 مصغره حتى لو عمل إشي انت بالنسبه لك يعتبر بسيط وتافه لكن هو بالنسبه له يعتبر شيء كبير فشو ما كان صغير بدك دائما تثني عليه هاي المساله مهمه جدا عند برج السرطان يحس دائما انه هو محبوب ومقبول والامور اللي عم بيعملها امور كتير ام مهمه ام 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 حاولوا ما تبدوا اخوانه عليه باي شيء دائما يكون مميز بتصرفاته يتحمل المسؤوليه تنمى هواياته ايش هي هوايته بالنسبه كيف توصلي له للشيء انه هو غلطان فيه اولا مش قدام الناس حتى لو كانوا اخوانه وخواته او ابوه تازريه توقفي معه بالخطا قدام الناس ولكن بعدين تفهميه خطا ولحاله كيف توصلي له الخطا اذا كان هو طبعاً ما بيتقبل النصيحة خاصة من المقربين بدك له إياها من عمر السنتين حتى من عمر السنة بطريقة إلقاء القصص اللي تنحكى بالليل قبل النوم ممكن تمثليها بحيوانين صغار وكيف انه هذا عمل هيك هو شيء قريب للي هو عمله وكيف انه الثاني ما بيعمل هيك فهو احسن من الاول هيك بتوصلي بالقصص دائما القصه هي الاساس بتوصيل المعلومه لطفل برج السرطان كمان هو مش كله سلبيات طبعا برج السرطان قلبه دافئ جدا ومحب جدا وبيتوتي جدا أه يخاف من الفقدان ويخاف من الوحده بحب دائما يكون من ضمن المجتمع أه بنلاقيه دائما قريب الى الام اكثر الابراج قاطبه السرطان قريب لامه لانه بحس بالدفء والحنان عند الام هو يحب انه يكون دائما محبوب ومحاط بالحنيه كلمه حلوة ممكن ترفعه للسماء وممكن كلمة بسيطة جدا أنت ما بتكوني تقصديها ولكن هي مسيئة له ممكن تخليه يصير سلبي ويتتراجع أموره وأخيرا بدي أحكي أنه إذا هو زعل لازم كل اللي حواليه يزعلوا هو بيفرض هذا الشيء لأنه إنسان ذكي جدا دارسك أنت وأبوه وأخوانه وأخواته وبيعرف كيف يستغل كل سلبية وكل صغيرة فيكم ما شاء الله هذا كله طفل شو بده يعمل بس يكبر آه كل الابراج على فكره اذا بدنا نحكي لكل طفل آه عن مواصفاته وايش كيف تتعاملي معه بدنا نص ساعة مية بالمية بس حلو حبيت يعني بنقدر هيك نصير كل فترة وفترة نحكي لها كل برج مرحله الطفوله كيف بيتعاملوا معها الاهل ثانك يو ميسوني كثير مزبوط انا قلت لها قلت لها معقول ناخذ كل الفقره للحديث عن طفل السرطان بس طلع كلامك <applause> صح بدو وقت شكرا لوجودك معنا بكره ان شاء الله اللقاء بيتجدد اما انتم مستمعينا ومشاهدين يعطيكم الف عافيه شكرا لمتابعتكم بتمنى لكم بقيه نهار سعيد ومنتج يا رب واكيد لقاءنا فيكم بيتجدد بكره الساعه 10 الصبح ضلوا بألف خير والى اللقاء صح <applause>